يا أبي. خير يا بنتي؟ أنا رح غيب، طرفت عيني وراجع. وين رايحة؟ ما بطول يا أبي، مشوار صغير. الله يرضى عليك يا بنتي، لا تروحي. بجوز يجي مدحت وما يشوفك، والله بيعمل لنا مشكلة. حاكم وقفلنا على دقره هو وأخوه. يا أبي الله يوفقك، شوي وبجي. برضاي عليك، لا تروحي. خلص ما رح طول. الله يرضى عليك يا بنتي ويحميكي من الظلام. ياسين فضلو. مور معلم. فهم منيح انت وياه، الطير الطاير ما بدي يشوفه عم يحوم حوالين المالكاني او يفوت عليها. عم تفهم منيح انت وياه؟ ابشر عمي مدحات. انا رايح اشوف ابو العز، ديروا بالكم. لا توصي حريص. بنت صبية عم تخدم الآغا. بينت نواياك يا ابن الحرام، بينت نواياك يا شيطان. اي اي وين رايح؟ وين طاحش يا عم؟ السلام عليكم. لا سلام ولا كلام، دور لي هالحمارة والله معك. يلا ردوا السلام بالأول لك عمي. لك لا سلام ولا كلام، ورجع قبل ما تتبهدل لك عمي. شي ليش لحتى اتبهدل لك عمي؟ عمي بدون أسئلة، احمل حالك ورجع. بدي أسألكم عن زلمي عم يشتغل عندكم هون بالمالكاني. لك عمي من دون ما تسأل احمل حالك وروح. جاوبوني الله يرضى عليكم وبعدين برجع. ايه وعمي بدك تسأل؟ عن أبو العز. ايه وشو بدك منه لك عمي؟ صاحبي وجاي يطمن عليه. أبو العز؟ أبو العز ترك الشغل من زمان. شو الحكي؟ إيه نعم أكيد. لك شو يعني لك عمي؟ لح نكذب عليك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أهلين عمي مدحت. أهلين. خير في شيء؟ وين بنتك يا ابو العز؟ عملك وين بنتك؟ يمكن راحت لهون او لهون. شلون راحت هون لهون؟ ما منبه عليكم ما تحركوا برات الزريبه الا بعلمي او باذني. شح اجت. وين كنتي يا خانو؟ عم بقول لك وين كنتي؟ كنتي يا افندي طول بالك على البنت؟ وعم ترفع ايدك كمان يا ابو العز؟ اسد بوزك قبل ما دعوسك برجلي. لا تمد ايدك عليه. قسما عظما، تاني مرة اذا بتخالفوا اوامري لقطع لحمكم مطعمين للكلاب. عم تسمع تبليها؟ لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.